وحان أركي هذا اللي قار وضد كذا يرتاي كه هذا أنا مرة لين يرضى ورنتي أك أنا ولا عجيب سني هذا الله صبح كم إذا قف كذا لين يرضى مركا حمك وأركتي وإله سبحانه وتعالى حسوس سيد أما وناجي أد وش كتي إن أي دهان أنا وهاي رهاي قف يرى أيان أهي وقتي أيان هستا مركان تقوبه أيان كتو بتكيني سبحان الله وحاني سويدي إلا بسؤال أبيغا يا كوب القاضي إن أدقني مجاريس من يا دمانة دو هستاد اسكت لا أدقني مو ساعدا هد اللي تاجين يا هي دقيقة كدي بقف دمانة هستم يعني وجرة إنه جاري لا والله يعني أبي يا كوب القاضي إن أدقني ماذا أجاري دونتي سيادو توبيسي من لا أحد والله قف أجمن وجره وقت يقول إيماني أما وقت جي جريد وكو إيمانيس أما وقت يقول وفرصة دي إله سبحانه وتعالى سيء أي كلام إيمانيس قف أجمن وجره لا والله وحكى له نسوي ديجي يا كود ضمانة قاضي أبي إن إله سبحانه وتعالى أكوافن جداره توفيق التوبة من يعني سا تاوح أقول له يا هاي وحاوي قفك بين آدم كأه توبة ذا جورميل لوافجيا وتوفيق وهلالا مركي رون كتاي مركو إلهي سبحانه وتعالى قلبي يسا وصدي كأركو لكن هداد هذي تكور بري بري قعنت هذا كو مجرتو إلهي سبحانه وتعالى يا مامولا سيقا يا إسكاله حالك يا با معصية ذا أمانة كوجرسيد إن أي بنقطة سبب أو توفيق الآن أين هذا توبت كينم بإله سبحانه وتعالى ويكون دعوه توفيق ضرر هدي أنت سأن كجذبه وأن أدعى دعوه جنت موضوعي أن جا هدان هاي أمة محمد سيدنا محمد محمد بن عبد الله هدانا هاي يا قدوانا يا قدوانا حقي علمي انك قادنا حقي دقنك انك قادنا حقي اخلاق انك قادنا حقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقا مثال الاعلى نوه وحان ربا مركينا كالسوقاتو دور مثال وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كساب صنطح هذا نكب الله عبد الله بن عمرو بن العاص وحوقها ويل دائر وكم يدأ صحابة رسولك عليه الصلاة والسلام نبي آية وحسو قارين عبد الله بن عمرو وأخري قرآنك وكو ختمو هالهبين قرآنك أردن أي وحوكو ختمو هالهبين أرنت سأيا نبي سو قارت عليه الصلاة والسلام فكاسو قوي يا ري عبد الله بن عمرو وحوكو دهي قرآنك وحا ختمتا بشي هالمر هالمر محوها جوابتي أبحي عبد الله بن عمر وحير وحان أبو ذا رسول الله كبدا أيان أبو ذا إنا هو ختمه وقف هب هبين كي بقرآنك ختمي كرو بل ويكون ديرتاي معنا نبي غهوص أيه لسود عليه الصلاة والسلام وحير لباتن بريك ختم جوابتي أيه سعلي كبدا أيان أبو ذا رسول الله نبي وحصى يقول صورة دع وحكوي رصدح بريك وختم وكأ قال هذا عبد الله بن عمرو أسيب وبلي بقلبي سيكون جرتين وأوذا كبرا بلو فرسو محيط هاي وحيابها وقلبي سيكون فكر يا عبد الله بن عمرو وحكو فكر يا إنه كفى إذا يستو أوذا وهستو وإله سبحانه وتعالى سي دائرني مضى يعني إن القرآن كإله سبحانه وتعالى إنت صو صعده وفرن كرو عقل جيس وحملي كرو اللي يقف كمركو جبو حلاقي يا وفرن جبينو جبو صماه وحكفى إذا سنة يا ما ترى لي رضي الله السيء فرصة دي أيو كفى إذا سنة يا وراه دي وير عبد الله بن عمرو وحيه غدا يأتيني الكبر ولا أقدر أن أقرأ بري وحقيقي إيمان دونه دغني مضي أي إيمان دونه
أودنا أمي أن دون وح هذا أن أوده وحالقة يا واقف كمركو قبل بصلاة دي ما يروح حتى يستأكل دكان كريم صوما ده بركي ضعيفة لوجه ضعيفان حبني سيده هرماهن وفيرسو وحياوا إله سبحانه وتعالى نبعوين كون نسيي أي كم التهي صحابة عليهم رضوان الله عليهم صحابة رسول الله بدن كود وحي هاين دالان يروح وحاوهوين أبو بكر الصديق وحانا لوشا يا عمري يسين وسنجارين صدني تدبجر صدني سيدجر أبو بكر الصديق الذي صدق النبي عليه الصلاة والسلام وخليفة محمد عليه الصلاة والسلام وحاكوحيق عمر عمر الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل وعمر ونبيه وكد عيستين وصويس لابو أحد العمرين عثمان بن عفان وقارئ القرآن أها علي بن أبي طالب وأها ويليار توبنجر لما أنتو دحي أهاي من السابقين في الإسلام علي بن أبي طالب حدان صوقا ذن وحيا بها قار وإله سبحانه وتعالى وكم النيستي أما هي الذي وهي لي إسلامك وحوها نفتي هرها نبي عليه الصلاة والسلام سيحضي فراشكي سمركو هجروا ذي نبي عليه الصلاة والسلام ومدينة وهجروا ذي نفتي سايو هري رسولك عليه الصلاة والسلام وحو سيحضي فراشكي أي قريش وصوت الشطي إن يدشان نبي عليه الصلاة والسلام بل أفرسو وحاكم دا العشر المبشرين وخلفاء الراشدين يكون جران وحاكم دا الزبير بن عوام وحواري الأمة وحاكم دا طلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف سعيد بن زيد سعيد بن أبي وقاص أبو عبيد الجراح لم يسوكوا بكم وحياوها الدين تأقبتين وعدتك الدين تحنباري نفطوذي أهري وقرقاري نبي محمد عليه الصلاة والسلام ضدك هذا ما أنت تضحي أهين ضد دائر أي ما أنت تصالح نوقف لنا إلهي سبحانه وتعالى وحوسي إني معاه إن النبي أركان أي لنا ولادين أي كبرتين أي كقاتين تعاليم الإسلام نمع هذا سأيوسي أنا كان إلهي وحو نسيي أنا والنبي أن أركن أيان رميني قرآن كم حو كتل مع أمة محمد خير أمة أخرجت للناس لماذا؟ محل الله خير خير أمة أخرجت للناس أمد وخير كبدن محل الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا ليال خير كأي إسفران وناق أي إسفران جدك إلهي سبحانه وتعالى أي إسكهنونيان حمهنا وإسكريما وحا حقيقة ومد ويلنتي ويضيع متي ويهلاك سنتي حديثا إلهي سبحانه وتعالى جدك سئسا راعين وناق أيسا إسفرين أو حمها أيسا إسكريبين رون أهانتي حقيقة وحا أيني هلاك يكسو انتي نسأل الله السلامة حاكم دا وأكبر مثاله صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق ذات النطاقين نبي عليه الصلاة والسلام أقرقارتي مركو أهجروا ذي مدينة في غار حراء عمتضى يبيها أكين جرتي وأبحي النبي عليه الصلاة والسلام ذات النطاقين مرض هذا انتي اللبا قيب كدكتي أي قيبنا بحيكو حري جرت عمتضى قيبنا بيها مركاسي بحي أجين جرت أبهد وأها أبو بكر الصديق النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن زبير هو يديس ومجاهد كأها وإلهي سبحانه وتعالى وهم الناستي علمي عباده انتاس وصاعد أي صلاة أتاقنان جري هو يدي صبر بارسي أي وحالة يره أسماء بنت أبي بكر وحي أهد شابة نشأت على دعوة الله وحي كصبر بارتي إلهي دينتيس دينت إلهي وصبري أي كصبر بارتي أي أمد وقرقارتي وحاكمد صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيبة بنت كعب الأنصارية المجاهدة الصابرة
أيا كمدا نسيبة بنت كعب وحي هاد تذكي النبي عليه الصلاة والسلام مدينة المنورة كسور دويه مجاهدة أي إهاد إلهي درتس وجهادة وصبر بضن أي إهاد نبي عليه الصلاة والسلام وحي كلقب قشي دولان بضن أو أي كمد تهي غزوة أحد حديبية وخيبر وحنين وغيرها وحي كمد أهيد تذكي النبي عليه الصلاة والسلام دفاعي ونفتي أهري أي كمد أهيد في غزوة أحد وحال شاقي إن أي مجاهدين تاو أي داوين جرتي إن تولى أومن أي بيسين جرتي تذكي دين إلهي ونصري أي أهيد ومثالنا الأعلى وقدوتنا للرب ما تينا قضينه نسيب وحي النبي عليه الصلاة والسلام ويديسته إنه دعيه دعاء أي ويديسة محي أهد وحي ترى رسول الله وحن كاعد سنة يا إنا يقول دعيسد إنا أن نقض رفيقك في الجنة جنة إلى أكبر كاعد سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه رفيق النبي قال نقض ودعي النبي عليه الصلاة والسلام مركز وحي ترى هذه دعاء الآن هلي الدنيا هي وحك سابسا وحبا إيجا مقالي وح الله لأو مصيبة أهو الدنيا دكو سابسا أو يقول دعضو كربا إيجا مهيسو هذه إله سبحانه وتعالى رفيق إيجا الله إيجا نبي محمد عليه الصلاة والسلام بل أفرسو هم إيجا إلهاي إنتو أقارسيسنا إيه هم إيجا أنا غمان تقان لينا إيه إنتو أقارسيسنا فرقي قوده حي قبل أوفير سوال عليها عقلي كمسلم كوحال رباعين وشقيه عقلي كمسلم كوحال رباعين وجنة فوقيه عقلي جن هدو جنة نجينيني فإذا ماله رون أهانتي ونسأل الله السلامة إلهي أن نصوغ حقنا أن وافجيو أنت أسكدي بحان أجد بيا دائرتا وما حي دورك إليهين أي أمدك سويس وما حي واجباتك صارا دائرتا كو على الشاب المسلم أن يعرف دينه ويتفقه فيه ويمثل الإسلام في سلوكه وعمله قفك مسلم كأ وحا وهرية إلا غرة وحاويان إن علمي الدين تأبرتو قف أنا علمي لهين وما دمي وحتر كره ومايا ولأجل ذلك واجب ككو قف كمسلم كأه يدأي ذري إسلام نمكو كل شيء يكون برباري محال لجربا إنه برتو علمي الدين ت وحان أرجني دائر بدن وهر صار لجا جرسي علمي الدنيا وأن صلاة دو ذا سيحي كريم سبحان الله أي علم هذا حكو تريا هذه واجبك إلهي سبحانه وتعالى كساري آذن أخونين علمي أدوهم حكو تريا وسؤال اللي سويدي أي مضمت ثانيا قفك مركو علمي برتو وعلمي إلهي سبحانه وتعالى فريء برتو مركان لا يه علمي الدنيا أيو هر سرك جاري ما أهم معنها إذا معنها علمي الدنيا ذا ليه لبرني ما أهم تاس قف كهبرتو الدنيا دي ساقو أنفعو دت كيسا أنفعو رير كيسا كو أنفعو لكن كابا كوة دين تادا كوة ووحب بريل هو يدين دون ووالد بظن لو يدين دون إلهي سبحانه وتعالى هنا بتباديو ثانيا قفك مركو علمي قبرتو وحالة قربا قفك مسلم كأ إنو نقض قف عبادة بضن العلم النافع هو الذي يقودك إلى العبادة علمي نافع وكان كوجيدة إن إلهي سبحانه وتعالى كحرناتد هذا هو علم النافع هداد قرآن برتد
وين حماه كاريبا قلبي جاد الدقني هاي عقلي جا قرآن كنور كيس كبحيو أخلاق ذاضنا أي كم وقت الله سبحانه وتعالى ناكو حرنت كاوا دور كلابات الشاب المسلم أما الشابة المسلمة لقربه سدح قف كمركو علمي برتو إلهي سبحانه وتعالى ناكو حرنت هاي محال لقربه كو نفتي سين وانفعو علمي جاس أو برتي نفتي سوك بلاو ثانيا مجتمع عين وانفعه وأسعيه إن أدو مضى إلهي سبحانه وتعالى أحره والدعوة أوك قيب قاطه وكب الله فملق أوك رشي حال قاربا هذا تهي قف دين له عبادة له دائر إلهي كحرا من أهلي هذا نار تكبت بادست هيلب كذا ميون نار وات كيسن كرا لا والله قفنا جمد أه أو إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيسة أيان كما قلنا إن وقلا أما وتاب تجعل ميان وجرة مايا روح ولالك أه إيه مسلم كان وحال الروائنا لجعلات الوحى نفط هذا لجعش ولأجل ذلك شباب الأمة الإسلامية دور كلا جربوا وحاويان إن أمضى أي بدباديان إن أي أمضى أنفعان إن أي أمضى حماها كريبان وناقة أشيغان خير كأوه قاميان جدك إلهي سبحانه وتعالى أجديي أو حقه أي تصان هذا هو دور أنك آوي دالين يرني آوي نسوي ديني آوي حقي جيران حقيكم مقيهين هدا إذين شيغو ماشا إيكم مقيهين وسوشيال ميديا رون أهانت وواقع حنون كبادن إيمان تأن كنو المحل دائرتي سوماليات أي مسلمات كأها ما مسلمين كأها وحيكون مشغول سينهين سوشيال ميديا يوتيوب كي فيسبوكي وحلى يرى هذا تيك توك سبحان الله يا أدر صديق حتى قفك هدو كجرة سوشيال ميديا وإنو إلهي وعب صدق وخير كفافية أخلاق ذي حدود ذي إلهي أحدي وإلى ليا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أراعى صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وكد إذا إيقاب كي دينت أبوهي اللين أبو قرقارين إي دعوة ذي أبو حنبارين حقنا وإفتيمين وحاكم إذا دورك إلهي ذهي دالن يرني ماذا إنو إسك إلالي يوقفك التقليد الأعمى وحليرة وإنو قفك سئن دول نماء وغض يضو قف بشرك كمدة وحو يهي متقاند ماشو كصعد ما أغد وحو صابر طي فكرك حنبارسين يهي متقاند مع ذلك وقضيت لماذا؟ نبي محمد عليه الصلاة والسلام وراء بيتاس من تشبه بقوم فهو منه قف كي قوم سكوء كيسية أيقو كمدية مركا محال لغا الربا أما محال لغا الربا إناني سكوء كيسينو ضدك إلهي سبحانه وتعالى وقرقاري تاس واي مهمة دقي هدف كنولا كينا الدنيا ذا تاس واي الدور كا لغرب وضد كمسلمين تا إيه دقي دا ذير سيدوك لو حكم ذا اختيار الصحبة الصالحة قف وناكسن إنه قف كصاحب لنغم سبب لأن قف كحن
وحي حن أيو كوكو جيدا صبا نبو محمد عليه الصلاة والسلام مركو صاحبتني مدي كهد لا يمحور المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل قف والبو وحو كد دين يهي قفك وصاحبك ليه صاحبك وحو يهي آيات هذه هاي سكفيري يقف والبو إذن كم بدأ يو صاحب لنا قندونا صحبة صالحة قف وناكسن الدنيا آخرك وجعل خيرك وناقك وهقاميو وإنو دورته قفك مسلمك رون أهانتي دورك إيكالينتا أي دالان يرادا كل هذا هاي مجتمع آد أي أبضانتا ما أنا أهوحل سوكو بكرو وقدم بين وحنكو سوكو بيا دردارن دالان يرني مادا أما دالان يرادا واللف دبرت بلشدا أي بلشدا لف دبرت يالنغا جميني دالن يرادا وإن به بلشدا بلشدا إيا أمد إسلام كيا إن دهل ترين نبو محمد عليه الصلاة والسلام ودر دارمي أمد ودر دارمي وحونا كلا در دارمي وحاكم دا وحيابها النبي عليه الصلاة والسلام في أذى وبضا ومضى يعني كلا در دارمي دالن يرادا أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة أيوه النبي عليه الصلاة والسلام دالن يرادا أيان كدر دارمي خير أيان أبو در دارمي محايا ليوادتك أبو جلعسا قلبي قود وقاتك وجلعني هاي قلبي قود وقاتك نظيفك ويا هاي وإيقاظا كران وحول بوخير أهسي سهلا إيقاظا كران إلهي سبحانه وتعالى إن الله بعثني بشيرا ونذيرا الله أيا يصدر أيوله النبي عليه الصلاة والسلام فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ ضدك قربك إي أهاي وإيهي ليي ودعوذي آن وذي رميي وحي أهاي دلن يرو ضدك إخلافين وحي أهاين شيوخ قريش انت بضن دقيذي قريش نبي عليه الصلاة والسلام ما يسرعين دين توذي أذي يكون دقنائين لكن ضدك النبي عليه الصلاة والسلام أهي ليي وحي أهاين بضن كو ضدي ودلن يرأه ودادو ذو يرتهي ولأجل ذلك نبي عليه الصلاة والسلام ومدو ودر دارمي ضدك وكدر دارمي وخيرنا وقدر دارما وحي أهاين ضدك دائر إنك عنت مذيك لو قبتو خيرك إيواناقي لوه قاميو أيو نبي عليه الصلاة والسلام وانذي سوي إهد صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وحي راعين جدك إلهي سبحانه وتعالى وكوها قاجيين وحولي يا رب سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كان واجدك توصنا الراعة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله جدك كلا يكسو هرينا هراعنا محايا وحويذن كلو منا يا جدك إلهي سبحانه وتعالى أيوذن كلو منا يا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون طا أيو إلهي سبحانه وتعالى أمد أقدر دارمي وحد مذنتينينا إلهي سبحانه وتعالى كعبسطان أرنتا دردارنك أمركي سوغارتي صحابة محايدهين قالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير قلبي سافق أها يظاهر كأها أي نقق أها مركو آيات داس قرآن كمقلي سمعنا وان مقلي وأطعنا وان أطيعنا إليه سبحانه وتعالى مركو دردارن كين وحاوي إن إله سبحانه وتعالى جدك يسو عديه إن جدك إله سبحانه وتعالى أرعنه ضدك دائيا وير وما أنت إله سبحانه وتعالى فرصة أسيه عافمات تامة حوق يأود يعقل فريش إلهي سيه إن إله سبحانه وتعالى يدين تسينا يوهليا نبي عليه الصلاة والسلام جدك سنة أي راعان أي أنقدر دار مينا إله سبحانه وتعالى وحوي دي سنينا اللهم أصلح حال شبابنا واهدهم سبل النجاح والفلاح اللهم نور حياتهم بالعلم وزين أخلاقهم بالحلم واجعلهم من عبادك الصالحين
الطيبين الطاهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.